السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خريطة محاربون بلا حد مع هذه الممالك، لكن لحظة هنا معي. انسحاب مبكر من مملكة ميمي، وأيضا 302 و 1254 تعلق المشاركة، يعني على تغيير الحلفاء. السبب أنه تم الاتفاق على الحلف مبكرا من دون العودة للممالك الأخرى طبعا بالدبلوماسية، ولعلي أعلق هنا قليلا على موضوع الدبلوماسية وتاريخ الدبلوماسية مع الممالك وكيف تصير. في البداية، أنواع وأشكال الدبلوماسية كثيرة، فيما قبل الKVK، في اللي هو على الطاولة يعني مع جميع الممالك، فأنا حر في النهاية. فلما أنا أرتب مع حلفائي قبل الKVK، فهذا يعتبر شطارة مني أنا أني حاسب حساب كل شيء من بدري. متى يصير اللف والدوران؟ لما أنا أرتب وأجمع الممالك على أساس أنه نتفق على شيء هو أساسا يعني مرتب مسبقا من خلف الكواليس. هنا نقول نعم، أنت لك حق الاعتراض، نعم هذا رقم واحد. اثنين، سبق لنا وأن تحدثنا عن طريقة التحالفات على هذه الخريطة. السيناريو الأول اللي هو فوق ضد تحت، السيناريو الثاني أنه يكون اثنين ضد اثنين ضد اثنين، بس هذه برضو بعد ما تضمن أن ما يكون فيها لعب من تحت الطاولة، يكون فيه اتفاقات ما بين المعسكرات يعني من تحت لتحت. أما السيناريو الثالث كون النار والفجر طبعا اللي هم أقوى مخيمين دائما على هذه الخريطة، فالسيناريو الثالث أن النار يأخذ الأرض والماء والفجر يأخذ الطبيعة مع الرياح. لكن هذه لها ضريبة، وش الضريبة؟ هل أنت تضمن أداء حليفك في الزاوية أنه يكون قوي أو لا؟ وانتهت الدبلوماسية على السيناريو الثالث. طبعا كيف كانت الدبلوماسية بعد يعني اعتراض ميمي وتهديدها بالانسحاب هي و302، يعني على موضوع اللي هو اللي فوق ضد اللي تحت، وترى ان تقسيم يعني غير مناسب او غير متوازن بمعنى اصح، اقترحت اللي هي 1846 سيناريو 1 ضد 4 اللي هو حنا ضد اللي هو مملكة تشيزغل و302 و254. طبعا كان الهدف من هذا الاقتراح انه اقصاء ميمي من يعني هذا التخريب اللي كان بيصير، فرفضت مملكة تشيزغل هذا الاقتراح وقالوا يعني مش مناسب. فقالت 46 وش رايكم بسيناريو ميمي؟ قالوا ايش السيناريو؟ قالت 2 ضد 4 اللي هو حنا وميمي امام الكل، فرفضوا هذا الاقتراح. واشوفه شخصيا ان هذا سيء، ان يعني لو صار كذا اثنين ضد الكل يعني بيكون الموضوع الكيفكي هذا انحسم من بدري. بس سبحان الله يعني ثلاثة ضد ثلاثة اللي فوق ضد اللي تحت بالنسبة لها هذا غير عادل، وأسوي عليها سالفة وانسحابات وإيميلات وشغل. بس 46 عندها نية هجرة قادمة، فبالتالي ما تقدر تقول ما أقدر أحارب، لا بتحارب. في الأخير قبلوا بالعرض اللي صراحة كان على مضض، اللي هو خلاص يعني بيكون هو ظالم ل 254 وأيضا 2605 اللي هي مملكة تشيزغل، كونهم في زوايا ولهم حسبة مختلفة، فمخيمين ممكن يقفلون على مخيم واحد، إما حليفنا أو حليفهم. فالكرة الآن بملعب اللي هو من؟ الماء والرياح. اللي بيطلع منهم على معابر خمسة ويمسك الزون هو اللي راح يقلب كفة الحرب بنسبة 90%. كانت النية أنه كيفيكي متوسط، ولكن واضح أنه كيفيكي استنزافي. وهذه هي سالفة الدبلوماسية بالكامل، ويعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.